أهلا أعزائي المشاهدين، ما زلنا في رحلة الميلاد. أنا موجود في مدينة الناصرة، مدينة البشارة. في هذه الحلقة رح نشوف كيف الملاك جبرائيل في الشهر السادس جاء لشابة مخطوبة ليوسف القديسة مريم العذراء وأعلن البشارة لها. وأيضاً رح نشوف كيف الملاك بشجع يوسف أن لا يخف أن يأخذ مريم امرأته، لأنه الذي حبل فيها هو من الروح القدس. أنا بدعوكم تستمروا معي في هذه الرحلة حتى ندرس مع بعض ونستفيد مع بعض. ابقوا معي. من كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، المنطقة تسمى عين العذراء في مدينة الناصرة، منواصل دراستنا عن رحلة الميلاد. هذه البلدة طبعا كانت صغيرة ومتواضعة جدا، تعداد سكانها لا يزيد عن 400 نسمة. لماذا الميلاد العذراوي؟ وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. جاءت مريم العذراء مسافة 165 كيلومتر من الناصرة إلى عين كارم في جبال اليهودية، وطبعا ألقت التحية لإليصابات. ارتكض الجنين في بطنها وقالت: من أين لي أن تأتي أم ربي؟ وبعد هذه التحية طبعا الرب غمر مريم وقالت هذه التسبحة التي تسمى ماجنيفيكات، بتشوفوا طبعا في عدة لغات في هذه الكنيسة تخليدا لهذه التسبيح. مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار، والخطبة عادة بتاخد مراحل. أنا موجود في كنيسة البشارة في مدينة الناصرة أو مدينة القديسة مريم العذراء. هذه الكنيسة بنيت تخليدا وتكريما لهذا الحدث، سميت كنيسة البشارة، وتعتبر واحدة من أكبر كنائس الشرق الأوسط. بنيت فوق الموقع، فوق المكان، مثل ما بتشوفوا خلفي في زي غرفة، كان زي كهف مغارة. ويقال إنه الملاك جاء وبشر القديسة مريم العذراء. هذه المنطقة القديمة وأيضا العليا تعتبر الناصرة القديمة، سواء بيت مريم أو مكان النجارة وين كان يوسف بيشتغل، كلها في نفس المنطقة. أنا حاليا موجود في دير رهبات مار يوسف في منطقة أبو غوش، الاسم القديم الكتابي كريات يعريم. في هذا المكان مثل ما شايفين الكنيسة بنيت في الموقع وين كان موجود بيت أبي نداب، اللي كان موجود على مرتفعة على أكمة. وتابوت العهد، تابوت عهد الرب، كان موجود في هذا المكان في بيته لمدة 20 سنة، ومكتوب أن الرب بارك بيت أبي نداب. يوسف النجار كان من مدينة الناصرة، أيضا هو من سبط يهوذا، من نسل إبراهيم، من بيت داود، كما كانت أيضا مريم العذراء خطيبته. الله بيتكلم من خلال الأحلام. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. و
والسؤال لماذا يدعى ناصريا؟ ولربما عندك معلومات خاطئة عن يسوع. احنا شفنا كيف تمت النبوات فيه، وشفنا كيف كان البشارة بالميلاد العذراوي. هذا مما يجعل يسوع المسيح شخص متميز، شخص عجيب، وشخص فريد أيضاً.